بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم أحبتنا الكرام الذين يحرصون دائما على متابعتنا في برنامج مساء المهرجان، يطل عليكم دائما من 8:30 حتى 10:00 الأيام الأخيرة، وتختتم فعاليات ومناشط المهرجان هنا في مركز البلدية الترفيهي. عشنا معكم أيام جميلة، أيام حلوة، نتمنى أن كنا عند حسن ظنكم خلال الأيام الماضية والحلقات الماضية. باقي 3 أيام تقريبا بعد اليوم وتنتهي يعني فعاليات ومناشط المهرجان، وينتهي أيضا برنامجنا، وإن شاء الله يوم الأربعاء القادم إعلان جوائز الولايات أو المراكز الأولى في مسابقة الولايات، وكذلك هناك على مسرح المروج نتائج البرعة، ووصلنا إلى الأيام الختامية. كل التحية والمحبة والشكر لكم على المتابعة الدائمة، نلتقيكم دائما بالمحبة والابتسام، فنمسي عليكم بالخير وحلقة جديدة من مساء المهرجان. ويا بيان مساء الخير. يا هلا عبد الله، مساك خير وسعادة، ومساكم مشاهدينا كل الخير والسعادة والمحبة. نلتقيكم أيضا في إطلالة أخرى والإطلالات الأخيرة في هذا الأسبوع لبرنامجنا مساء المهرجان، وجولة جديدة في أروقة مهرجان صلالة السياحي في آخر أيامه. أيضا ننقل لكم جماليات رائعة في أماكن متعددة تعكس جمال وروعة ما يقام هنا من فعاليات وأنشطة، حيث بهجة التلاقي وأيضا فرحة اللقيا بين الجميع. طبعا ننوه بأن اليوم الأحد يوم مخصص أيضا للنساء، وهو آخر يوم مخصص للنساء باعتبار بأن المهرجان يوم الأربعاء راح يختتم بإذن الله فعاليات مختلفة. طاب مساءكم معنا وطاب مساءك يا محمد. مساء الخير بيان، ومساء الخير عبد الله، وتحية معطرة مسائية جميلة لكل مشاهدينا الكرام عبر تلفزيون سلطنة عمان في رحلة مسائية وتجوال مسائي جديد من مساءات السعادة، من مساءات المحبة والوئام هنا عبر تلفزيون سلطنة عمان. رحلة جديدة من برنامج مساء المهرجان حتى 10:00، فأهلا وسهلا بكم جميعا. سبحان من في القلب طاير.
سكان ومكان ودينا روح الكل في الحاضر وكان ما هي غريبة من يا أرض اللبان عدت من أصلك ومن أصل الكبار كل عمان الأم والقائد هما. وحياكم الله من جديد متابعين الأحبة ونبدأ حلقتنا بفقرة اليوم الأحد المخصصة للنساء. مثل ما ذكرت بيان طبعا آخر يوم أو آخر أسبوع هذا للنساء والأيام المتبقية إن شاء الله حتى يوم الأربعاء طبعا أيام عامة لجميع الزوار. نتمنى من كل الزوار أن يكونوا مستمتعين من خلال الفعاليات التي تقدم لهم بشكل يومي وأيضا من خلال هذه النافذة التي تطل عليكم يوميا هو برنامج مساء المهرجان. الزميل محمد سعدون بيت سعيد متواجد في مكان جميل جدا يحمل عبق التراث هناك في القرية التراثية متواجد بجانب السوق القديم. جمعية المرأة العمانية أيضا ستشاركنا الليلة وآخر مشاركة لها في حلقات برنامجنا هناك على أو في قرية الحرفيين هذه القرية الجميلة التي خصصت للحرفيين. إن شاء الله هذه الفعاليات أول فقرات التي ستقدمها الجمعية مباشرة إن شاء الله معنا حتى العاشرة. يعني عبد الله بالرغم أنه قربنا على الختام ولكن ما زال مركز بلدية الترفيهي يتجدد بفعالياته المختلفة وأيضا هناك فعاليات ثابتة مستمرة مثل المعارض المتخصصة والرئيسية. المعرض الاستهلاكي منوه بأنه مستمر حتى بعد نهاية المهرجان بالإضافة إلى معرض الكتاب معرض عمان أرض الصداقة والسلام ومجموعة من المعارض المتخصصة التابعة لمؤسسات حكومية وخاصة. عبد الله إذن هذه فقراتنا متابعين الأحبة وإن شاء الله راح نتواصل مع الزميل العزيز محمد سعدون بيت سعيد ولكن قبل ذلك راح نتابع معكم تقرير عن السوق القديم هذا السوق الذي يحمل في طياته الكثير من التراثيات الجميلة وأيضا الزي القديم هنا في محافظة ظفار بالإضافة إلى البخور والعطور وأيضا اللبان كثير من التفاصيل من خلال هذا التقرير مع الزميل العزيز سالم زعبنوت المهري. من الزوايا التراثية الجميلة بمركز البلدية الترفيهي السوق القديم هذا السوق الذي يحرص الكثير من زوار المهرجان لزيارته والتعرف على المحتويات التراثية التي تتواجد بالسوق. السوق الشعبي يتحدث عن التراث في الأولوية والأهمية عن التراث الثياب التقليدية التراثية والثياب الظفارية المتطورة وعن البخور وعن أشياء قديمة مثل اللبان مثل الثياب مثل المباخر مثل السعفيات مثل التكايات زمان ومثل القرة اللي شربوا فيها زمان الحليب يتحدث عن التراث عامة. نحن موجودين هنا الوالدة ورثت هذا الشيء من والدتها الله يرحمها وسالها 20 سنة تشتغل في هذا المجال والآن الحمد لله مستمرة. أول شيء كان يعني شيء بسيط اللي تعمله من البخور الآن يعني مع زيادة الزباين وقادة هذا العمل واتقنته الحمد لله يعني نفس ما أنت شايف البخور زاد والحمد لله بخور طيب وجميل يعني إذا قال الزبون هنا يخرج هو مرتاح والزائر إذا جاء من مسقط ولا جاء من دول الخليج يأخذ أشياء طيبة موجودة عندنا كهدايا موجودة عندنا بخور جاهز كل شيء موجود والحمد لله. الملابس الظفارية التقليدية هي أكثر ما يميز هذا المكان بالإضافة إلى أنواع اللبان المختلفة والبخور والمجامر كما أنه يوجد بالسوق الفخاريات والسعفيات. صلالة يعني ما في داعي غنية عن التعريف صراحة يعني غنية عن التعريف واللي موجود كتراث بروحه يتحدث عنها بروحه يتحدث عنها من ملابس من عطور من بشر قبل العطور وقبل الملابس الحمد لله والشكر لله الكريم زين سوق وافي انطباع أو نمق الماضي العبق ذي الماضي ما تلقاه في الشارع الحين موجود للأسف يعني. السوق القديم بالمهرجان حكاية جميلة وزاوية تراثية أصيلة من زوايا القرية التراثية
من مركز البلدية الترفيهي بصلالة، سالم زعبنات المهري. تحية خاصة لزميلنا العزيز سالم زعبنوت المهري على هذه التقارير التي يقدمها بشكل يومي في حلقات برنامجنا. شكرا جزيلا لك يا سالم على جهدك الكبير معنا في برنامجنا. الآن مباشرة إلى زميل عزيز آخر محمد السعدون بيت سعيد، متواجد في هذا المكان السوق القديم وعنده تفاصيل أكثر إن شاء الله راح يتحدث محمد عنها وراح يخبرنا عن كل ما يحتويه السوق القديم. الحبيب منور، مساء الخير مرة أخرى. مساء النور عبد الله، وبيان وعودة مجددا، وتحية لكل من ينضم لمشاهدة مساء المهرجان في بداية مشوارنا اليومي. كما شاهدتم في التقرير قبل قليل زميل سالم زعبنوت المهري، وحديث منمق وجميل عن السوق القديم اللي يحمل مفردات وتفاصيل جميلة ومختلفة. هذه التفاصيل التي تواجدت منذ بداية المهرجان وهم مستمرون حتى نهاية فترة المهرجان لهذا العام 31 من شهر أغسطس، هو اليوم الختامي واليوم الذي يزدل فيه الستار على فعاليات هذا المهرجان لهذا العام. السوق القديم مجموعة كبيرة من الأسواق متواجدة تقدم مجموعة كبيرة من المنتجات، بخور، عطور، لبان، وأيضا الكثير من المفردات والتفاصيل اللي شاهدتموها قبل قليل. وأيضا الجدير بالذكر أن هذا السوق نافذة تسويقية للمشاركين من خلال هذا المهرجان. اليوم نحن بجانب السوق القديم موجود مجموعة من الحرفيات تواجدنا من أجل إبراز هذا التراث الجميل، حرفات مختلفة. في أكثر من حلقة سلطنا الضوء على أكثر من حرفة، اليوم أيضا معنا حرفتين أو حرفة نقرب المشاهد الكريم من هذه الحرف بجانب السوق القديم. وأيضا الجميل زوار السلطنة من الخارج يتعرفوا على هذه الحرف من خلال هذه الحرف الموجودة هنا. محمد، بأنه أجواءك اليوم مختلفة دائما، الأجواء اللي فيها عبق تاريخ، عبق ماضي تكون مختلفة، تأخذنا إلى حنايا تلك الفترة لنشتاق لتلك القصص الجميلة والماضي العريق. حدثنا عن أجواءك بالتحديد. فعلا اليوم سرد وسبك تراثي جميل سنشاهده من خلال مساء المهرجان. النساء اللي تواجدنا طيلة فترة المهرجان يعني تستقبلنا الكثير من الزوار من داخل وخارج السلطنة. حرف ربما هي بسيطة ولكن ما زلنا محافظين عليها من خلال هذه المهرجانات، من خلال هذه التظاهرات الثقافية التراثية الاجتماعية اللي تحمل كل المجالات هنا. اليوم يوم النساء وهو آخر يوم للنساء يوم الأحد خلال في هذه الدورة أو في هذه النسخة من مهرجان صلالة السياحي. عندنا حرفة السعف رح نتعرف عليها، وأيضا حرفة أخرى وهي حرفة البابور سنتعرف عليها أيضا في الوقفات القادمة من عمر برنامج مساء المهرجان. هذه المساحة المفتوحة، هذه المساحة المفتوحة هنا في بجانب القرية البحرية أو البيئة البحرية بجانب البيت التراثي وأيضا السوق القديم تشهد إقبال كبير من قبل زوار مركز البلدية الترفيهي. شكرا جزيلا لك الزميل العزيز محمد السعدون بيت سعيد، أعطيتنا تفاصيل كثيرة عن هذا المكان وإن شاء الله لنا وقفات معك وترى في بخور وعطور ولبان هناك بعدين افهمها. احنا متواصلين معكم احبتنا الكرام حتى العاشرة، فابقوا معنا ومساء المهرجان.
وحياكم الله من جديد متابعين الأحبة. كان هناك يوم الجمعة اختتام مسابقة القرآن الكريم والمسابقة الإنشادية على مسرح المروج يوم الجمعة الماضي تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية. هذه الفعالية الجميلة التي يعني تقدم بشكل سنوي ضمن فعاليات ومناشط مهرجان صلالة السياحي. نعرج على هذه الفعالية متابعينا الأحبة. أول مسابقة هي تضمنت حفظ القرآن الكريم ستة مستويات. المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا لمختلف الأعمار، والمستوى الثاني حفظ 20 جزءا، والثالث حفظ 10 أجزاء، أما المستوى الرابع فكان لحفظ 5 أجزاء، والمستوى الخامس حفظ جزء عما وجزء تبارك، والمستوى السادس حفظ جزء عما فقط. طبعا هذا التنظيم أو هذه المسابقة تأتي أو تقدم بشكل سنوي إيمانا بأهميتها في تحفيظ القرآن الكريم وترسيخ تعاليم تجويد وترتيل القرآن الكريم. نقول لكل الفائزين ألف مبروك وتستاهلون وحظكم بالأجر، وأيضا نقول لكل المشاركين شدوا حيلكم إن شاء الله خلال السنوات القادمة إن شاء الله وتحققون أعلى المراتب. حول هذا الموضوع متابعينا الأحبة يسعدني أن يكون متواجدين معي في الاستوديو الفاضل عدي بن حاتم المرهون فائز بالمركز الأول أو الرابع في مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملا. أخي عدي أمسي عليك بالخير. الله يحييك يا مرحبا وسهلا. وحافظ القرآن كاملا ما شاء الله، الله يعطيك العافية وينور عليك إن شاء الله. الله يتقبل منا منكم. آمين يا رب العالمين. والأخ أحمد بن محمد أحمد الهلالي فائز بالمركز الرابع في مسابقة حفظ القرآن الكريم المستوى الرابع 5 أجزاء. أحمد مساء الخير. منور والف مبروك. الله يعطيك العافيه. اخ عدي طبعا هذه المسابقه لها يعني اجواء خاصه، يعني مو طبعا مش مثل المسابقات الاخرى، روحانيات وفيها اجر وفيها صبر ومثابره وتجويد وترتيل. شعورك وانت حافظ القران الكريم كاملا ما شاء الله؟ الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وعلى اله وصحبه وسلم. الصراحة يعني شعور حفظ القرآن شعور ما يوصف، لأنه كان من أهم أهدافي الحمد لله أني أحفظ كلام الله سبحانه وتعالى. والحمد لله مبدئيا يعني نعتبر حفظ القرآن، والأهم أكثر هو المراجعة والمثابرة على هذا الكتاب العظيم حتى نصبح من المتقنين بإذن الله تعالى. فيعني شعور الله به عليم سبحانه وتعالى، شعور بالفخر والاعتزاز. وأتمنى أن يكثر الحفاظ خاصة في بلادنا إن شاء الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصل لنا ولكم كل خير يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. بس الله أمورك وسهل لك إن شاء الله كل أمورك يا رب العالمين. أحمد أبارك لك ما شاء الله حافظ أيضا 5 أجزاء ومبروك، وإن شاء الله منها للأعلى، وتحذو حذو الأخ عدي وتحفظ القرآن كاملا إن شاء الله. إيش شعورك وأنت حققت أحد المراكز في هذه المسابقة؟ شعور لا يوصف. نعم. الإنجاز 5 أجزاء. نعم. أحمد أخذ منك وقت حتى تحفظ هذه الأجزاء، وكيف إيش آلية الحفظ؟ تقريبا 4 سنوات لكن متقطعة. نعم 4 سنوات تقريبا. أنت في أي مرحلة دراسية حاليا؟ أنا التاسع. يعني أكثر شيء تركز في الإجازة الصيفية وأنت تحفظ القرآن الكريم تقريبا. الله يعطيك العافية مبروك. عدي يعني أنا أريد نصيحتك للي يريد يحذو حذوك، طبعا كلنا نتمنى هذا الشيء بأمانة والله يوفقنا جميعا، لكن إيش هي الآلية السهلة أو الطريقة السهلة اللي ممكن تنصح فيها الشباب الشابات أيا كان أي عمر كان ليحفظ القرآن الكريم؟ والله أولا يعني أتهم نفسي يعني بالتقصير صراحة، فهذا فضل من الله سبحانه. الحمد لله وشكر. ولا أنا كنت صراحة يعني بطيء في الحفظ. كم أخذ منك عدي تقريبا؟ والله تقريبا حدود 4 إلى 5 سنوات ما شاء الله تقريبا. فأول شيء الإنسان أن يجعل في نفسه هذا الهدف ويجعله خالصا لله سبحانه وتعالى، فإذا علم الله منك سبحانه وتعالى الصدق فعلم علم اليقين بيوفقك الله سبحانه وتعالى. صحيح. خاصة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن مع الإخلاص لابد إيش؟ الجهد. صحيح. لابد أن تعطي وقت لكلام الله، مش الوقت الفاضي أو وقت الفراغ. صحيح. بل تقتطع من وقتك
حتى تؤجل كثير من أشغالك لكتاب الله. فإذا ضحيت لكتاب الله ستجد كل رفعة، تتسهل الأمور. نعم تتسهل الأمور بإذن الله تعالى. إيش هي الطرق عدي؟ إيش يعني؟ هل سمعية تسمع ولا دائما تحفظ وتقرأ أو عند شيوخ مثلا؟ طبعا خاصة القرآن الكريم لابد أن يلتزم الطالب عند شيخ. نعم، لأن الإنسان مع نفسه ما يعني ما ينجز. نحن حاولنا كنا نحفظ معنا أنفسنا حتى يتقن أيضا التجويد والترتيب. حتى التجويد، وحتى هناك في بعض الكلمات المصطلحات تأتي بالتلقي، تكون مرسومة في القرآن يقرأها أي واحد. نعم، ولكن تكون نطقها غير هكذا كما أنزل. فلذلك لابد من الطالب أن يلتزم مع شيخ. نعم، حتى أن الشيخ إيش يتابعه يستمر معه، يكون هناك في استمرارية، استمرار. لأن الإنسان إذا يعني كان مع نفسه قليل من يحفظ. نعم، وإذا حفظ كما ذكرت يعني ما يكون ضابط هكذا الضبط. الله يوفقك إن شاء الله. أحمد، يعني إيش حاب تقول للشباب اللي مثل عمرك ما شاء الله، يعني يستغلوا إجازتهم خاصة الصيفية أو حتى خلال السنة؟ نعم، إيش حاب تقول لهم؟ حاب أنصحهم يعني يجتهدوا، كل واحد يلتزم مع شيخ، إنه إذا ما كنت مع شيخ ما في فايدة. نعم، لازم يعني يجتهدوا مع شيخ واحد. أحمد، أنت كيف شاركت في المسابقة؟ كيف حتى جاتك الفكرة أنك تشارك في المسابقة؟ مع تحفيز شيوخي. نعم، اجتهدوا وحفزوني عشان أشارك لتثبيت الحفظ. وفي صعوبة هناك أثناء مشاركتك في المسابقة؟ لا، يعني كنت متوقع المركز هذا؟ يعني على حسب. الله يسعدك. أخ عدي، أيضا كيف حتى شاركت في المسابقة هذه والدعوة اللي جاتكم؟ وهي أتوقع هي مسابقة عامة بشكل عام للي حاب يشارك فيها. والله أنا بصراحة ما كان عندي نية أشارك، لأن يعني مشارف إني أختم أو قريب على الختم، فتعرف الحفظ ما هو لهذه الدرجة يعني. نعم، ولكن الأخوان جزاهم الله خير أصروا علي، وكان أيضا عدد المتسابقين قليل في حفظ القرآن، فهذا اللي يعني أتحفز أني أشارك. فوفقني الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. وتيسرت الأمور بفضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. إيش رأيك بمثل هذه الفعاليات أخ عدي، اللي هي تعتبر فعاليات قيمة جدا ضمن فعاليات المهرجان أو غيرها؟ أنه يفترض أنه الجهات الحكومية ويعني قطاع الخاص وأيضا المواطنين والتجار، أي واحد عنده يعني متمكن أنه يدعم مثل هذه المسابقات، سواء من خلال يعني بناء مدارس للقرآن الكريم، من خلال تحفيز النشأ أيضا، يعني ما تكون فقط مسابقة من سنة إلى سنة ويشارك فيها مجموعة بسيطة من يعني الحافظين. نحن نتمنى هذه المسابقات تستمر على مدار العام. عدي، يعني إيش كلمتك اللي توجهها لهذه الجهات؟ نقول أولا جزاهم الله خير القائمين على المسابقة، ونتمنى من هذه الجهات أن تهتم بكلام الله سبحانه وتعالى. فكلما يعني أكثر يعني صار المجتمع فيه حفاظ صار البركة. صحيح، وعمت البركة. نعم، وعمت البركة من كل جانب. فندعوهم أن يكثروا من هذه المسابقات، وخاصة في كتاب الله سبحانه وتعالى، فوالله سبحانه وتعالى ما هي خسارة، طبعا، بل والله ربح. طبعا، في الدنيا طبعا طبعا. فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا جميعا من أهل القرآن. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. عدي، أنت ما شاء الله الحين حافظ القرآن الكريم كاملا، طيب إيش ممكن اللي راح تعمله الآن؟ يعني هل ممكن تدرس اللي حاب مثلا يشارك معك، تعلمه ترتيل التجويد، خاصة مثلا نشأ الطلاب، فيفترض يكون لك أيضا مجال في هذا الجانب؟ لابد. لابد، كما يذكر أهل العلم زكاة العلم تعليمه. صحيح، إذا الله أكرمك سبحانه وتعالى بالحفظ أو أكرمك بالعلم، زكاة هذا تعلم الناس. فأنا الحمد لله يعني اللي ساعدني أيضا على الحفظ كوني إمام. لا، إمام مسجد ما شاء الله، وأنا أفتح المجال الحمد لله، خاصة بين المغرب والعشاء، خاصة أصحاب المنطقة هناك. أي مسجد ده حمد؟ مسجد الشيخ عيسى. نعم، في الصلاة الغربية. نعم، فأفتح المجال الحمد لله اللي يريد أن يسمع
أو الذي يقرأ يعرض القراءة، خاصة بين المغرب والعشاء هذا الوقت، يعني وقت مبارك، فهذا وقتي خاصة عند الدوام، يعني في وقت الدوام. يعني نحن نقول المجال مفتوح هناك في مسجد الشيخ عيسى للي حاب يتعلم معك ويلتحق معكم، خاصة بين المغرب والعشاء. نعم. الله يوفقك أحمد. إن شاء الله ناوي تكمل بإذن الله، الطموح كبير عندك وناوي تكمل بإذن الله. بإذن الله في مسجد الشيخ. نعم. طيب احنا متابعين الأحبة نشكر معكم الأخ عدي بن حاتم المرهون، فائز بالمركز الرابع في مسابقة حفظ القرآن الكريم، حافظ كتاب الله كاملا، ألف مبروك، شكرا جزيلا لك عدي، الله يعطيك العافية. وأحمد بن محمد أحمد الهلالي، فائز بالمركز الرابع في مسابقة حفظ القرآن الكريم المستوى الرابع 5 أجزاء، شكرا يا أحمد وبالتوفيق، وإن شاء الله نعمل معك مقابلة وتكون حافظ القرآن كامل إن شاء الله. احنا متواصلين معكم محبتنا الكرام والألعاب النارية، ومتواصلين حتى 10، فابقوا معنا. Daddy!
جواها بلادي بحر سهل نوادي والارض ممطورة صلالة قوش حالي شرف الدين بيت سليم ويعرب بن شرف الدين بيت سليم ماجد بن سعيد صعر وعثمان بن مسلم بيت سعيد محمود بن يوسف النقيب اليافعي ونصار بن عوفيت نصر الشحري محمد بن مبخوت سعيد مسن وسامي بن مبخوت سعيد مسن أبو بكر بن سالم بن نصر الشحري وسليمان بن سالم بن نصر الشحري خالد بن محمد باعمر وعلي بن عقيل باعمر. حياكم الله مشاهدينا الكرام واهلا بكم من خلال برنامج مساء المهرجان. اذا شاهدت قبل قليل الالعاب الناريه يوم الاحد وان شاء الله راح تشاهدوها في يوم الختام 31 من شهر اغسطس الشهر الجاري وهو اليوم الذي يزدل الستار على كل فعاليات ومناشط مهرجان صلال السياحي عمان المحبه والوئام لهذا العام. في وقفتنا هذه المرة سنتعرف على حرفة من الحرف الجميلة يمكن شاهدتها في أكثر من مرة في أكثر من برنامج ولكن جميل نسلط الضوء من خلال هذه العدسات عدسات برنامج مساء المهرجان على هذه الحرف وعلى طريقة عمل هذه الحرف. مساء الخير. مساء النور.
خلينا كذا في البداية نعرف المشاهد الكريم على هذه الحرفة، إيش اسمها؟ هذه اسمها عطير، عطير مال الضواغي، نعطره في حال الضواغي هذه. طيب في إيش استخدموها؟ إذا جاء وقت الضواغي هذه يستعملونه حال الضواغي. يعني هذه من وين تستخرج؟ من العزاف هذا، شوف العزاف هذا. يوسف بس أخذنا هذه الصورة اللي هي إيش؟ عزاف. طيب كيف شفت الناس الاستفسارات بيسألوكم عن إيش؟ بيسألونا يا أخي بيساوون هذه لهذا العطير حالي، يقول لهم هذه بيستعملوا زمان، عاد هنا الضواغي زمان اللي يطلعين للبحر هذه يستعملونها حال لهذاك الضواغي، ما يطلعون للبحر إلا بهذه العطير هذه. الحين الناس ما عاد بيستعملونه، قدوا إلا النايلو الحين ما عاد موجود، الحين ماشي بس إلا زينة هذه الحين صار ما حد يستخدمه، بس زينه وقت ما يجي المهرجان يكون هكذا زينه. لكن هو طبعا موجود لتعريف الزائر وتعريف كل الزوار بهذه الحرف الجميله. طيب خلينا نرجع كذا زمان، اول كيف كانت هذه الحرفه تقام؟ يعني تذكري كذا ايام قبل، يعني كيف كنتوا تسووه؟ هل في وقت معين مثلا تتجمعين مع بعض العصر ولا كيف بالضبط؟ ايوه قابومبو هذه زمان من النقد، يكون له في النقد هذه قابومبو من النقد، ويكون قدوم توفر قبل ما يدخلين الضواغي. لقى ما يدخلين الضواغي للبحر إلا يكون هذه قدو جاهز، عشان إذا طلعين الضواغي يعملون يطرحونهم من 3 و4 مع بعض أو 6 بعض أحيان من هذين. طيب أيضا الأشياء الثانية اللي تعملوها مثل إيش بالضبط؟ يعملون شوف زنبي، يكون منه هذه الزنبي اللي يستعملونه حال العيد. العيد الزمان إلى الحرم بها قرين ولا يا أخي يروحون للبحر ولا شيء يستعملونه حال هذه. وأيضا نفس الشيء هذه؟ هذه الزنبي وهذه الزنبي، لكن على الأشكال المتنوعة. زين وفي حاجة عادوا هنا؟ هذه مروحة، هذه اسمها مروعة، استخدم من هذه ملخوص هذه. شفتي حد جاكم يعني من دول خارج يسألكم إيش معاكم إيش هنا؟ يلا بيقون بيتخبرون هذه من شان إيش وهذه بتعملون عشان إيش بنخبرهم. جزاكم الله خير على تواجدكم هنا طيلة فترة المهرجان، تعرفوا الزائر بهذه الحرف الجميلة المتواجدة هنا في مهرجان صلال السياحي. أيضا في سؤال، البنات هل ممكن يعني تجي بنت وتعمل هذه الأشياء؟ وهو في وقتنا هذا ما بيعملينه، يعني بيستحين ما بيقولون أنا ما بنعمل هذه، الناس الحين بيدورون على حاجة كلها جديدة. والله بعض أحيان ما حد بيستعملها إلا نادرا ما الإنسان اللي هو كبير وفاهم إنه هذه بيستعملون الناس ومحتاجين له. يجوز إذا في بنت نعلمها نعرفها اللي ذي بغى يتعلم، حياها الله في أي وقت، الناس بتعلموا ما بيخلونهم، واللي ماله ماضي ماله حاضر، اللي ماله ماضي ماله حاضر. انزين الحين مجموعة من السعفيات الموجودة لتعريف الزائر، وأتوقع أكيد أنه في ناس ما زالوا يستخدموهن كثير، بيستعملون هذه الحين، بيستعملون عاد القفي، بيستعملون الزنبيل، بيستعملون كلهن عاد هالناس الحين محتفظين به. أتمنى لكم التوفيق في هذه الوقفة الجميلة، وإن شاء الله نشوف كذا بنات شابات تتواجدن معاش تعلميهن. إيش أول درس؟ إيش بيكون أول درس؟ باللي بغاني تعلمينه وتعلمينه بنعلمهن فيه. شكراً يعطيك العافية. إذن هذه وقفة جميلة وحديث من الماضي، من عبق الماضي هنا بجانب السوق القديم، تواجد مجموعة كبيرة من الحرفيات لتعريف زائر مركز البلدية الترفيهي، وهي تبقى فيما وكل الشكر للجنة المنظمة اللي تحرص على حضور التراث العماني في شتى المجالات، حاضر في كل ركن تزور مركز البلدية في كل المهرجانات هنا في سلطنة عمان. مساء المهرجان متواصل معكم عبر تلفزيون سلطنة عمان، والآن إلى القرية أو قرية الحرفيين وفن نشاهد. Yeah.
برنامج ليالي المهرجان على قناة عمان مباشر. سحب على سيارتين بانتظاركم، بالإضافة إلى السحب على أجهزة إلكترونية وتذاكر سفر وجوائز قيمة أخرى. لتكن أحد الفائزين أرسل ليالي المهرجان على الأرقام التالية: عمان تل 91216، أريده 91822. سعادتكم ومتعتكم في أتينا لاند وسط أحضان الطبيعة وبسهل أتين، حيث الألعاب وفنون التسلية والمرافق والمطاعم الخدمية التي ترضي رغباتكم. فأهلا وسهلا بكم في منتزه أتينا لاند، بيتكم الثاني. وحياكم الله أحبتنا من جديد، متواصلين معاكم وسط هذه الأجواء الرائعة. اليوم يوم الأحد، يوم مخصص للنساء، وأيضا مهرجان صلالة في آخر أيامه يحتفي بالكثير من الفعاليات والأنشطة المتنوعة على أرضه. محطتنا التالية راح تكون تتحدث عن الحراك الشبابي أو نموذج من نماذج العطاء الشبابي لعمان، متلخص في مجموعة رؤية وطن، وبوجود ضيوفنا لوجين بنت محمد عبد الله الهنائية رئيسة مجموعة رؤية وطن. يا هلا فيك لوجين، نورتي. وأيضا مشاهدينا ضيفنا الثاني حسين بن مسلم جعبوب، وهو عضو بمجموعة رؤية وطن. يا هلا فيك حسين. يا هلا فيك الأستاذة بيان، وتحية لك وأيضا لكل المتابعين لبرنامج مساء المهرجان. يا هلا فيكم. وإن شاء الله نتحدث كذا بشكل شبابي وعفوي عن مجموعة رؤية وطن. نبدأ من المسمى، من رؤية وطن.
أكيد. رؤية وطن طبعا هذه كانت فكرة فكرة عضو من أعضاء المجموعة، حاول أنه يجمع الطاقات الشبابية في هذه المجموعة، واختار وانتقى أبرز الشباب المجتهدين بحيث أنه يجمعهم في المجموعة هذه. فكرنا بالاسم، حسينا أن اسم رؤية وطن، كيف صحيح. احنا ممكن نرى الوطن بكل أحواله، وممكن ايش نحن نقدم للوطن هذا. صحيح، ودائما يقال منه من أجمل صور العطاء هو العطاء للوطن. أكيد. حدثنا أكثر حسين بشكل مفصل عن رؤية وطن، عن الأهداف اللي تسعون لتحقيقها من خلال هذه المجموعة. طبعا قبل ما نتحدث عن الفريق، قبل أكيد الوطن غالي علينا كثير. صحيح. مهما حاولنا أن نوفي لهذا الوطن ما راح نوفي حقه أبدا. إيه؟ بس إحنا نسعى دائما أن نكون قريبين لخدمة هذا الوطن بكل ما نملكه من طاقات شبابية. طبعا الشباب هم نصف حاضر الوطن وأيضا مستقبل هذا الوطن. صحيح. فالاعتماد على كادر الشباب هو شيء كبير وشيء مهم جدا، أن نكون نصب جل اهتمامنا على كادر الشباب. فبالتالي ارتاء هذا الفريق أو هذه المجموعة، مجموعة رؤية وطن، أن تستهدف فئة الشباب بكل ما تحمله هذه الكلمة، لأنهم هم أصلا ساعد هذا الوطن، هم مستقبل هذا الوطن بكل هذه الأمور. فبالتالي أيضا الفريق سعى أن يكون، أو المجموعة سعت أن تكون، أن تحظى باختيار الشاب المبدع، الشاب أصحاب الطاقات، أصحاب جميل. الإمكانيات، وضم ولم هؤلاء الشباب في مجموعة يظهروا طاقاتهم وإمكاناتهم للساحة وأيضا لخدمة هذا الوطن. وعمان أيضا زاخرة بالكثير من الطاقات، جميل بأن نجمع هذه الطاقات في مجموعة واحدة تكون حاضنة لمهاراتهم وأيضا لمواهبهم. حدينا عن الأعمال اللي قمتوا فيها واللي أيضا قيد العمل. طبعا دشنا شعار رؤية وطن في أتينا لاند تحت رعاية الشيخ زكريا بن سعيد الغساني، والحمد لله كان تدشين رائع جدا وفاق إعجاب المتابعين. الحمد لله حقق نجاح باهر، وصلنا الفكرة للمتابعين بشكل جيد. جميل، إيش رأيك بالنسبة للأعمال اللي قموا فيها؟ هي الأعمال رحت احنا حتى الآن راح نكون بإذن الله تحت مظلة رسمية قريبا بإذن الله. هذه المجموعة طبعا سعت أن تبرز كل ما يمكن إبرازه من خلال كوكبة من الإعلاميين والفنانين وأيضا جميع المواهب المختلفة لدى الشباب. جميل. من خلال إقامة بعض الأمسيات التي يمكن أن تجمع هؤلاء الشباب، وأيضا من خلال بعض الزيارات الميدانية. جميل. في مختلف يعني الأماكن، حتى يمكن أن يظهر هؤلاء الشباب بصورة لهذا الوطن. البعض يرى بأنه غير واضح أو غير مهضوم نوعا ما، إلا أن نحن نحاول أن نكون قريبين من هؤلاء الشباب طبعا لنشر تعزيز أيضا الأخلاق والقيم لهؤلاء الشباب. جميل. هذا شيء جدا جميل وشيء إيجاب بالنسبة لهذه المجموعة. وأيضا نحاول أن نكون قريبين من بعض المؤسسات التي يمكن أن تحتوينا، وأن نكون تحت يعني مظلتها من خلال العمل في أمسيات ثقافية، أمسيات شعرية وأيضا رياضية ومختلف الأمسيات. وكان اختيارنا لتدشين شعار مجموعة رؤية وطن تزامنا مع فترة مهرجان صلالة السياحي 2016. طبعا هذا المهرجان الذي يحمل الكثير في طياته من الفعاليات والأنشطة والبرامج الثقافية والفنية. نعم. وغيرها من البرامج. فبالتالي حاولنا أن نكون نواكب هذه الفعاليات، أن نكون جزء من هذه الفعاليات طبعا، وأيضا بالإضافة إلى مجموعة الزوار الذين يتوافدون على في ذلك المحافظة. حسين أيضا وفقتم في ذلك باختياركم تدشين مجموعة تزامن مع مهرجان صلالة بما يحظى المهرجان من أهمية أيضا في محافظة ظفار وبعمان في شكل عام. حدثينا أيضا لجين عن عدد الأعضاء الموجودين، أيضا كيف تم اختيار الأعضاء في المجموعة؟ طبعا تقريبا ما يقارب 35 عضو مبدئيا يعني. نعم. إن شاء الله راح يكون في انتقاء قادم لبعض الشخصيات اللي ممكن أن نحن نحاول نضمهم للجروب هذا أو المجموعة هذه. جميل. انتقاءنا لهم طبعا أبرز الأشخاص اللي احنا فكرنا أنه نحن نضمهم لهذه المجموعة، شخصيات سبقتنا خبرة، شخصيات لها تاريخ ممتاز يعني في مجال الخبرة. طبعا كانت سباقة في عمل أو كانت عندها مبادرات سابقة في عمل أنشطة للشباب، وكانوا يعني مثل ما تقولي أكثرنا
خبرة في المجال هذا. أيه. حتى أحيانا الواحد ما عنده متنفس، مثل هذه المجموعات تكون متنفس أيضا أكيد. للشاب. أنا ألتمس الكثير من حديثك، همة كبيرة يا حسين، خبرنا عن أهمية توجيه الشباب توجيه صحيح اليوم من خلال هذه المجموعات. كما ذكرت سابقا، الشباب هم نصف الحاضر وهم مستقبل الغد. أيه. فمن هذه المقولة أكيد ننطلق، وأيضا ما ننسى حرص الوالد القائد المفدى حضرة صاحب الجلالة يحفظ الله ويرعاه بالفئة أو الكادر الشباب. نعم. فبالتالي لأنهم هم بالضبط الذي يمكن أن يعتمد عليهم المستقبل، يعتمد عليهم هذا الوطن الغالي. فبالتالي حرصنا أن يكون الأمر هي نخبة من الناس المبدعين الذين يمكن أن نأخذ بأيديهم إلى النهوض بهذا الوطن، أن نأخذهم إلى يعني أن هذه المجموعة تكون احتواء لهؤلاء المبدعين الموهوبين في كل مختلف المجالات الفنية والثقافية والرياضية وغيرها من المجالات. فبالتالي حرصنا الكبير أن تكون هذا الفريق أن يسعى مستقبلا إلى أن يرسم استراتيجيات واضحة لأخذ بأيدي الشباب، الشباب الواعد، الشباب الصاعد، الشباب المبدع، وأيضا نشر ثقافة الوطن بطريقة شبابية، بطريقة جميل. يتقبلها الكل. وهذا هي أهم وأبرز ملامح هذه المجموعة. يعني مجموعة ضمن نخبة من النجوم مثلك ما شاء يمكن الله. يمكن تكوني سمعنا إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله ليش لا، لا نقول أيوة. لا أبدا في أكيد. مسألة العطاء للوطن، وأنت أيضا مبدع في صلالة تايم، يعني ذكرتني أيضا بأيام صلالة تايم وأيامك هناك وحديثك الشيق. أيضا عرفنا لوجين بأنك تمتلك موهبة التصميم، تصميم أكيد. الأزياء، حثينا عن هذه المهارة وهذه الموهبة. طبعا مصممة أزياء لمسة لوجين صار لي 3 سنوات في هذا المجال. نعم. يعني توني في بداياتي. ومن أهم أعمالي طبعا كانت أول تدشين إلي للمسة لوجين، انطلاق 30 زي، كان تحت رعاية سعادة المكرمة المهندسة ناشئة الخروصية رئيسة جمعية المرأة العمانية بمسقط، والحمد لله لاقى أقبال جميل من الناس، وسعادة المكرمة ما قصرت، منحتني لقب أفضل مصممة أزياء من أول معرض إلي. وبعدها عملت أوبريت فرحة وطن تحت رعاية سمو السيد ملك بن شهاب بن طارق، ولقى نجاح كبير الأوبريت هذا، أخذت أفضل أوبريت من بين 7 احتفالات هو رعاهم. جميل. والسنة الماضية كنت في أوبريت جميل نفس الشيء لي لم عمل العيد الوطني، كان تحت رعاية السيد فهر بن فاتك، وكان يعني عطاءات جدا جميلة يا لوجين، وأيضا لمجموعة رؤية وطن أكيد. بانتظار عطاءات بما أنك أكيد. أنت القائد. حدثنا، أنا لاحظت بأنه حسين استقطبتم شباب من شتى المواهب، حدثنا عن طريقة الانتقاء كيف تكون؟ طبعا قبل ما نبدأ الانتقاء أكيد ارتئينا أنه كمجموعة احنا أنه فئة الشاب المبدع هو المبدع في مختلف المجالات، هم الأفضل لأن يمثلوا هذا أو يكونوا كوكبة هذه المجموعة، يكونوا أعضاء لهذه المجموعة، حتى نأخذ بأيديهم إلى طموحاتهم، إلى التعزيز من أخلاقهم الحميدة، وأيضا يكونوا قدوة إلى من يعني يشاهدهم ويتابعهم. كما ننسى ممكن أن نقيم أيضا فعاليات للارتقاء بفكر هؤلاء الشباب بتطوير المواهب. بعض الشباب أن نقيم بعض الأمسيات التي لها دور بارز أن تبرز مواهب هؤلاء الشباب. صحيح. أن نقيم بعض الأمسيات، بعض الفعاليات، بعض الزيارات حتى الميدانية، يظهر الشاب أو يحس الشاب بأنه جزء من هذا الوطن، أنه محل اهتمام من بعض من المجموعة، فبالتالي يحاول أن يبرز. هذا يكون أيضا قدوة لمن يرى بأنه غير موهوب. وأنتم قدوة موهوب. أيضا مهاراتكم يا حسين. عملكم القادم حدثنا عنه، فكرتم وخططتم لعمل قادم قريب. احنا بدينا هذا التدشين، تدشين شعار مجموعة، احنا بدينا بشعار تدشين مجموعة رؤية وطن. نعم. فبالتالي راح يكون بإذن الله العمل القادم أن نكون راح تكون أمسية بإذن الله، أمسية تجمع مشاهير السلطنة. فهذه الأمسية راح نبرز فيها بعض المواهب الشابة سواء من عنصر النساء وحتى عنصر الذكور. فهذه الخطة الجاية راح تكون هي أمسية كبيرة، راح تكون بإذن الله في مسقط تحت تنظيم تكون في البحرين. في إن شاء الله راح تكون في البحرين. جميل. جاتنا دعوة اليوم من البحرين، طبعا من سفير البحرين على أساس أنه السفير العماني بالبحرين على أساس أنه نحن نقيم هذه أو نقيم شيء من نشاطاتنا بالبحرين. جهود جميلة شباب، أنا أتمنى بأنه نرتقي أيضا بالعمل الشبابي ورؤية وطن تضاف أيضا للحراك الشباب الموجود في السلطنة في شتى الولايات. أنا أشكركم جدا لوجين بنت محمد عبد الله الهنائية رئيسة مجموعة رؤية وطن، شكرا لك لوجين. شكرا لك.
وأيضا الشكر موصول لك حسين بن مسلم جعبوب عضو بمجموعة رؤية وطن، شكرا لك الزميل. كل القائمين على مجموعة رؤية وطن وعلى رأسهم صاحب الفكرة الأستاذ خالد الحبسي، تمنينا يكون حاضر معنا إلا أن الظروف شاءت أن يكون في مسقط. وأيضا الشكر لكم بالاستضافة الطيبة وهذا اللقاء الجميل واللطيف معك. نوجه شكر للمخرج المخرج سلطان الأحمد يعني سلطان. وتحية كبيرة له، تحية لكم جميعا وجهود جبارة لكم في خدمة عمان وعطاء عمان. شكرا لكم شباب، وانتم مشاهدين مواصلين معكم حتى 10:00 ونواصل ما تبقى من برنامجكم مساء المهرجان. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأسعد الله مساءكم ومساءاتكم جميلة وسعيدة. من قرية الحرفيين حيث مشاركت جمعية المرأة العمانية بصلالة لتحرص على مشاركتنا كل يوم أحد اللي هو يوم مخصص للنساء، ونحن أيضا معكم هنا من خلال المشاركات المختلفة الحرف الجميلة. والآن حرفة من الحرف المميزة، حرفة البابور. مساء الخير أم فخري. خلينا نتحدث أول شيء عن البابور، هذا الاسم كيف حتى وصلوا إليه؟ والله هذه من زمان قدادنا، وهن ذحين استورثوه سمعت، وذحين القيل هذه قه وما نسميه له، هذا البابور اسم القديم، الاسم اللي وصلكم ماسكين عليه. طيب خلينا نتكلم عن البابور، إيش هو بالضبط؟ بابور من زمان قدادنا يقولوا له البابور، عبارة كأنه زمان ذحين القز، ذحين هذه معناه مغيبين مثل القز
ما عادش ذحين بابور قدوم القز. ذحين هذه عبارة كما مطبخها كما القز. مثل جهاز الطبخ. ايوه زمان كانوا البابور. يطبخون عليه العيش ويطبخون عليه الله يعطيك العافية الصانونة ويطبخون عليه الشاهي ويطبخون عليه على الفحم كله على الفحم. وهنا ايضا يتم يعني هذا الجزء الاسفلي يكون من الالمنيوم او الحديد. الالمنيوم الحديد. بعدين انا استخدمت سويته عابلته وطرحت الحديد ومن تحت هذه فقرت من هنا مشان يدخل الهواء من هنا مشان يطلع على النار. طيب الحين ايوه ضبطنا. طيب الآن أنت موجودة هنا في مركز البلدية الترفيهي وحاضرة تعرفي الزوار إيش هو البابور. هل الطعم يعني نفس الشيء ولا يختلف؟ أنا بأمانة هذا الشاهي من أفضل وأجود أنواع الشاهي. ويوسف نفس الشيء الشهادة موجودة. شاهي جميل ما أعرف هل اللمسة الموجودة من أم فخري ولا البابور له دور؟ اللمسة مالي والبابور. الطبخة أنا الطبخة اللي إذا طبخته أنا على البابور والبابور يبغي له حكمة. الشاهي يبغي له حكمة ما يبغي له بس كذا القياس السكر والشاهي والهيل تقايصه وتخلي يغلي والسكر بعد ما غلى السكر فرح الشاهي وخلي يرتاح فهمتني؟ هذه الشاهي أما الزنجبير تدق الزنجبير وتطرح السكر وبعدين تطرح الزنجبير وتخلي يفور بسترخاء على البابور والذوق ذوق حلو. هذا اللي ذقناه من هنا. اليوم احنا صرنا نشرب شاهي ماي وسكر وشاهي وضاع الطعم والنكهة ضاعت موجودة النكهة في ثومك موجودة من تطباخ فخري والشاهي الجميل والمرتب. ايضا انت يعني انا ذقت في اكثر من شيء معاش غير الشاهي تعمل ايه؟ غير ايش؟ غير شاهي ايش ايضا؟ زنجبير. ايوه اول انت ذقت الزنجبير وذحين ذقت الشاهي. الحين صرنا يعني مثلا اجهزه الطبخ تفي بالغرض يعني. وايضا في نفس الوقت البابور انا المخرج جالس يكلمني يقول بغيت شاهي. ان شاء الله يوصلك. فاليوم اجهزه الطبخ تفي بالغرض لكن يمكن هذه الاشياء اللي ما زالت بلديه الضفار وايضا اللجنه المنظمه لمهرجان صلالة السياحي تحرص على هذه الاشياء انها تكون موجوده. هل في زوار من خارج السلطنه يعني جو شافوا هذا البابور وقالوا هل نحن عندنا نعمل كذا زمان او شيء؟ قالوا كانوا عندنا لكن مو بالطريقه هذه، طريقة ثانية. أنا مو بطريقة تكون أنتو لكن بطريقة ثانية. لكن كيف شاهيها حلو والشي اللي بسوينه كيف زين. شاهي بالشريافي شي موجود؟ لا ماشي عندي الشريافة ما يصير عندي إلا بالهيل. وأنا أطرح له بعد أحيان الزنجبير الشاهي تيكون لذيذ. زين الحين الجيل الجديد يعرف عن هذا البابور؟ ما يعرف. أنا بخاب لي حين ما أقول الزوار يقولوا لي يا الوالدة هذه إيش يا حبوبة هذه إيش؟ قل هنا هذه بابور زمان قدادكم وقزام وأهلكم اللوليين ما يطبخون إلا فوق هذه البابور وما يأكلون الأكل إلا من هذه البابور. قالوا كيف يأكلون وكيف ينقح؟ قلنا له ينقح ويأكلون الناس زمان يطرحونه من مدة ساعتين ثلاث ساعات وهو فوق البابور لما توفى. بعد المهرجان هذا يكون معاش موجود في المنزل؟ في البيت. تشتغل عليه ولا تعتمدي على صغيرين شتو حق البابور اسوي له مال البابور حسب الطلب يعني حسب الطلب ما بسوي له هنيه باستمرار الا هو اللي طلبوا قولوا لي ما بغينا شاهي البابور اسوي له هنيه. وهذا اكيد اكيد لي كل طلباتي اللي يحبه كل عندي طلباتي كله موفرات لي اكيد. شكر لبلديه الضفار وشكر لك انت ام فخري على هذا التواجد وتعريف ايضا زوار مركز البلدية الترفيهي بهذا البابور. يعني أنا أيضا اليوم استفدت معلومات جديدة عن هذا البابور. على كل شكرا من فخري يعطيك العافية. الله يوفقك الله ويعطيك الله العافية
ووفقنا الله ويسلم لنا قابوس ان شاء الله، انا وياي وجميع المسلمين وفقوا الله يا رب العالمين، والله يسلم لنا قابوس. امين يا رب. نتقابل ان شاء الله السنه الجايه باذن الله. شكرا. اذا هذا هو البابور وايضا مجموعه من الحرف المتواجده هنا في مركز البلديه الترفيهي بجانب السوق القديم، مجموعه من الحرف تعرفنا على حرفه وايضا حرفه البابور، وايضا في حلقات سابقه تعرفنا على اكثر من حرفة عبر هذه النافذة مساء المهرجان. هذه زاوية وهذا ركن نعرف كل المشاهدين من خلاله على أجمل الحرف، وفي زاوية أخرى وتجوال جديد للزميل حفيظ جعبوب. أين هذا التجوال؟ نتابع. مساء الخير متابعينا الأحبة في كل مكان في فقرة تجوال في المهرجان، هذه المحطة في منتزه أتينا لاند، نلتقي بضيوف وزوار والمشاركين في هذا المهرجان. معي في هذه الوقفة أحد المشاركين منذ أول يوم من انطلاقة هذا المهرجان في عام 1997، وكان تحت مسمى مخيم أصدقاء البلدية، ومن ثم توسع المهرجان. معي وأرحب برئيس مجلس إدارة شركة سيرابيس الدولية وصاحب مشروع منتزه أتينا لاند، يا هلا فيك زكريا بن سعيد الغساني. في البدء نتحدث عن أول مشاركة لك في هذا المهرجان. طبعا مهرجان صلالة كانت انطلاقته زي ما تفضلت من مخيم أصدقاء البلدية، كان له دور توعوي، وطبعا استلمنا نحن كشركة في حينها الشرق الأوسط للسياحة، وقمنا بنسق مهرجان متكامل كامل الفعاليات، وهذا الكلام كان 97. وطبعا كان المهرجان نجح نجاح منقطع النظير في حينها، لتضامن كل الجهات، كل الشباب المتطوعين، كان أرض صلبة مبنية من الحب والانتماء لهذه المنطقة وكيفية أنه ننجح الفعاليات. مشاركتك منذ أول يوم من انطلاق هذا المهرجان إلى اليوم، وأبرز المشاريع والأنشطة التي حرصت أن تكون حاضرة في هذا المهرجان. على مستوى صلالة طبعا عملنا كثير من الفعاليات والأنشطة المختلفة خلال الفترة السابقة، وأيضا قمنا باستثمار هذا الموقع وأتينا لاند، وحاولنا نقدم ما يعني شيء جديد، ايش اللي تطلبه السائح، ايش اللي تطلبه المقيم غير ما هو موجود، لانه يجب علينا نحن كأبناء المحافظة كل من له استطاعة ان يقوم بدوره، يجب ان يقوم حتى يعني من الشباب من رجال الأعمال، يجب ان تتاح لهم الفرصة، وايضا ان تكون مبادرات منهم لإقامة بعض المشاريع التي تخدم البنية التحتية، تخدم الخدمات السياحية. القيمة المضافة لمشروع منتزه أتينا لاند لهذا المهرجان كونه أيضا خيار آخر يضاف إلى هذه الفعاليات والمناشط. المشروع يعتبر قيمة مضافة للمحافظة في القطاع السياحي حقيقة. نحن لا نمدح أنه هو موقعنا، ولكن هو بالفعل يعني نحط جهودنا المتواضعة، حرصنا أنه يكون فيه هناك مطاعم متنفس الخدمات، تنوع المطاعم. حاليا نحن ندير المطاعم، أي وهناك أيضا عندنا نحن الخصوصية في الغرف يعني كمطاعم الأسرة، نحن مركزين على الأسرة، هناك مطاعم بوفيه يومي، هناك مطاعم شعبية، هناك أيضا المطعم اللي هو الكونتيننتال يسموه، وحاليا بيكون هناك ركن خاص بالستيك وما شابه ذلك، إضافة إلى ركن فنون التسلية. خلال الأيام القادمة سنفتح أول مطعم بعمان خاص بالأطفال. مهرجان صلالة السياحي اليوم والمشاريع المصاحبة لهذا المهرجان خلال موسم الخريف وفرص العمل ونشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في رفض الاقتصاد المحلي من خلال إقامة وانطلاق هذا المهرجان. طبعا المهرجانات لها دور أساسي، هي دور خدمة المجتمع بالدرجة الأولى. المهرجانات أيضا هي رافد من روافد
دعم الاقتصاد الوطني خلال فترة الموسم. الفعاليات هذا الموجودة، المشاركات، إتاحة فرص كثير من العمل للأسر. يعني مهرجان صلالة يقدم اليوم للأسر بمواقع مجانية ويدر عليها دخل كبير خلال فترة الموسم. فبالعكس المهرجان له إيجابية، وحان وقت أنه يكون للدور الخاص أن يأخذ الدور المباشر في 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 خيوط هذا المهرجان ككل يعني، وعلى أساس أنه تتفرغ الجهات الرسمية كبلدية وأيضا كالسياحة لتفعيل مواقع أخرى غير الموقع داخل المهرجان الرئيسي. كل التوفيق لك، يعطيك العافية. إذا كان معي رئيس مجلس إدارة شركة سيرابيس الدولية وصاحب مشروع منتزه أتينا لاند ومحطة فقرة تجوال، كانت من هنا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر للزميل حفيظ جعبوب على هذا التجوال ورؤية أخرى، ولكل الفعاليات الحاضرة هنا في مركز البلدية الترفيهي. وهذا أيضا ما تحرص عليها اللجنة المنظمة على توزيع المواقع، مواقع الفعاليات هنا في مركز البلدية الترفيهي وأيضا في القرية الشاملة، حديقة طاقة، حديقة مرباط، مستمرين حتى 31 من شهر أغسطس. ومع هذا الاستمرار نحن سنكون وإياكم حتى 31، وهو اليوم الختامي لهذا العرس المختلف تماما بكل مفرداته الجميلة والاستثنائية. وفي هذه الدقائق نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج مساء المهرجان. نلقاكم غدا في حلقة جديدة وفقرة جديدة وتجوال جديد من برنامج مساء المهرجان. الموعد غدا 8:30، تلفزيون سلطنة عمان. تصبحون على خير. شكرا لك الزميل العزيز محمد سعدون بيت سعيد. محمد عنده شاي كذا مرتب البابور. نتصل على محمد ما يرد. محمد إذا تسمعني في الإيربيس قبل الشاي بابور لازم ضروري. شكرا لكم أحبتنا الكرام، احنا بكذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا. بكرة الموعد يتجدد كالعادة من 8:30 حتى 10:00 ختامنا إن شاء الله، راح يكون يوم الأربعاء القادم، وفي تفاصيل إن شاء الله حول هذا الختام راح تكون معنا بكرة أو بعد بكرة راح نذكركم فيها. كل التحية والمحبة كل طاقم البرنامج فردا فردا يوجهون لكم التحية. إلى اللقاء. إذن أحبتنا بعد هذا التطواف الرائع والجميل بين محطات كثيرة في مهرجان صلالة السياحي، نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة. نرجو أن نكون قد وفقنا في إظهار الصورة الجمالية لمهرجان صلالة السياحي. غدا لقاء آخر، فتابعونا. والأرض تنفعكم.